تحسين الدخل سبتأتي من يوليوز القادم يكون في تحسين الدخل. نحن اليوم نوقع على اتفاق اجتماعي مع الحكومة مهم جدا، مهم أولا للاستقرار وللسلم الاجتماعي، ومهم أيضا للطبقة الشغيلة المغربية، لا فيما يخص تحسين الدخل خاصة الدخل المتعلق بالطبقة المتوسطة بعد الإجراءات الحكومية اللي كانت دارتها فيما يخص الطبقات الفقيرة والطبقات الهشة. نوقع على زيادة حقيقية في الأجور وتخفيض ضريبي حقيقي على الطبقة الشغيلة المغربية، وكذلك زيادة في الحد الأدنى للأجر ب10% على سنتين. نوقع كذلك على التزامنا كاتحاد عام شغالين المغرب بأنه نشرع قانون الإضراب يكون مدرج في هذه الدورة البرلمانية، وكذلك إصلاح أنظمة التقاعد يكون مدرج في دورة أكتوبر. نعتقد بأنه الرابح اليوم الأكبر هو المملكة المغربية، لا فيما يخص السلم الاجتماعي ولا فيما يخص كذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ننشدها جميعا، والتي ستكون أساسها أيضا هو فتح مجال لفرص شغل جديدة، وفتح مجال أيضا للاستثمارات اللي يمكن تكون جاذبة أيضا لفرص شغل. نحن اليوم جد مرتاحين في اتحاد العام شغالي المغرب لهذا الاتفاق التاريخي أولا، ولهذا الاتفاق الذي يؤسس أيضا لمأسسة حقيقية وفعالة. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.